معروف. جيبي صينيتين انا عمرت نايل. كل ما يتحمصوا احلى هن بيطلعوا. الخشن من البريشه وفينا نضربهم بالآلة الكهربائية، بس هيك أحلى بضلهم خشنين أكتر. ناخذ اتصال. ألو. ألو. ألو بونجور. بونجور شاف، يعطيك العافية. الله يعافيكي، تسلمي. شاف كنت بدي أعزبك إذا فيك تعلمنا كيف نعمل الشانكلير. آتك لمعيونك. أوكي، شاف في ابني هون كتير بحبك وبيحضرك معي وبدي يسلم عليك. تحياتنا لمايكل. أداي عمره مايكل؟ لا هو اسمه كيفن. كيفن. ليش عم تعيطي له كا مايكل؟ لا انا ما قلت لك مايكل، ما بعرف ليش سمعت مايكل، رح اعطيك اياه. كيفن، ايه. يلا اعطينا اياه. الو؟ كيفك يا كيفن؟ منيح. منيح؟ قد ايه عمرك حبيبي؟ 7 سنين. 7، حلوين. عم بتحبها للماما؟ عم تعمل لك اكل طيب من عند الشيف انطوان؟ قد ما ماما بتحضرك اكلات كثير طيبين. صحة وهنا، صحة وهنا، وبتحكي منيح. عنا كتابك. صار شاطر وما بتستحي. عنا كتابك. على كتابي وما عم تحضرني انت ما عم تحضرني معها هالايام؟ نعم. هلا ني عم تدرس على الاونلاين بس تخلص عم تحضرني معها مش هيك؟ باي شاف. باي حبيبي. الو بونجور. الو شيف انطوان، يعطيك الف عفو. الله يعافيك حبيبي، تسلم حبيب القلب، خلينا اياك يا رب. تسلم حبيبي. معك مارون حاتم من زحله، زحله كلها بتحبها. تسلم، تحياتنا لكل اهل البقاع وزهله تحديدا. حبيبي يا شيف، والله هذا الحجر يا شيف عم يعطينا اشياء ايجابيه جدا، عم بخلينا نوقف حد المرض. ايه منيحه بتساعدها. هي منيحه بتساعدها، لازم تساعدها للمرض.
مع انه بتضل الله وكيلك ما بتقاتل انا وياه بدي احضر لي شيء. هلا المهم النتيجه، عم تعمل لك اكل طيب او كله بتحضر بس؟ والله لانه عم تحضرك انت زدت شيء 15 كيلو بالحجر، لانه بيجي بدي احضر فيلم بتقول لي لا بدي احضر شيف انطوان. قلت يا عمي خلينا احضرنا شي فيلم. لا شيف انطوان صبحا وظهرا ومساء. ايه بس هلا شيف انطوان اكلياته منه جسمين كتير، لازم تاكل لتشبع مش ناكل فوق شبعنا. ما انا لانه عم بنبسط بالطعم عم باكل وبكتر. اه هاي هي اللي صارت صحيح. خلي لي اياك يا شيخ. صحة وهنا صحة وهنا حبيبي. الله يخليك يا رب. تسلم كلك ذوق. سؤالي نحن بنعمل زعتر الصبح، عم تعجن المرأة عم تتركهم عم تعجن عشية والصبح بتشتغل فيهم، العجينة بس عم بتمتها بترجع تزم، مع انه عم تريحهم لل حط مع الطحين. ايه لكل كيلو كباية طحين فرخة. لكل كيلو طحين. ايه كباية طحين فرخة. بتبطل تلمع. عظيم. هذا من نوع الطحين، طحين قاسي شديد غني بالكلوتين هذا. هيك الهيئة. ايه طيب سؤال تاني معلش لو ولو بخاطرك خلي لي عينيك. حامض الحصرم. نعم. انا بعمله نهار القفص قديش بدي اتركه وقت عمار اذا قلنا 20 كيلو؟ 20 كيلو حصرهم. ايه قديش بدي اتركهم يغلوا ليصيروا قداي؟ لازم يصيروا معك شو 4 كيلو. بدي ضل اغليهم ليصيروا 4 كيلو، ما بحط لهم شيء يا شيخ؟ ابدا ملح كشن بس. ايه وعصرهم بتركهم مع قشرتهم ومع لا لا بدك تعصرهم وتشيل القشرة منهم. بشيل وتصفيهم وتصفيهم وتغليهم مصفيين. بعصرهم بلا سلق بلا شيء؟ لا بكتب بدهم ينعصروا. ايه بلا سلق اكيد بلا سلق. اوكي بينعصروا على الطبيعه مثل ما هن، بعصرهم بشيل منهم القشره والبذره. نعم. برجع بغليهم ليصيروا ضل اغليهم ليصيروا 4 كيلو بس. حامض خشن قديش تقريبا؟ ملح خشن. ملح خشن اخر شيء لل 4 كيلو بدك 3 ملاعق ونص ملاعق كبار ملعقة شوربة يعني من الملح الخشن. عظيم. طيب شيف انا ممنون عينيك هلا بتعبيهم بقنينة. ايه ترجع بتجيب طنجرة مثل الطنجرة او اعلى شوي. اوكي سكرها للقنينة. يفضل الحصرم ما يكون بقنين كبار لانه بس تفتحها لازم تستهلك خلال 8 ايام. تعملهم بقنين صغار ازاز. بتحطهم بتسكرهم وبتغليهم 20 دقيقة. المي بتكون من أعلى من السدة. أعلى من السدة. من السدة بيهدوا سنتين عندك. أعلى من الغطا. أعلى من الغطا يعني. إيه سدة الغطا. يعني غم القنينة. أعلى من الغطا. أوكي. تكرم أهلا وسهلا فيك. خلي لي عينيك يا شيف وسلم ديتك يا تكرم حبيبي تكرم. عملنا زيارة على زحلة. يلا يلا خلي تخلص كورونا بالأول. يلا لا بس تخلص كورونا لعيونكم نعمل حلقة من فوق كمان. يا رايت بتمنى والله. شوط أنا والست هدى ونعمل حلقة. حب المدام تطلع معك شي حلقة كمان. كمان يلا ساعة بدك خلي خلي المخرج يعطيك رقمي تتصل فيه وتكرم عيونك. يلا يلا الله راضي. ليش لا؟ سلمنا عليها. وصل من كل بيت وصل. هي البصل. شوية زيت زيتون. شايف بدنا نشيك على ال يلا برمي من هون. ايه حلوين بجننوا بدهم بعد شوي. كمان بناخذ اتصال. الو الو بونسوار شيف انطوان. بونسوارين يا اهلا وسهلا. عندي لك سؤالين. اول شيء في روسات النموره. نعم. انا اخذتها من عندك على قناه اليوتيوب. نعم. بس ما عم تزبط معي عم تطلع كثير قاسيه. زيدي شوي القطر. ما في بقلب قطر. من بعد ما تطلع بنحط قطر. كيف ما بنحط قطر؟ لا عم تطلع مثل الخبيصه يعني بس كثر لها القطر. لا شو هالحكي. قولي الكميه اللي عم تستعمليها. 25 جرام حليب. نعم. 75 جرام سكر. نص كيلو سميد خشن. 50 جرام زبدة. خميرة 12 جرام. وجوز الهند 50 جرام. تبع جوز الهند. نعم.
ايه ليش تخلطيهم مع بعضهم؟ الو ايه تخلطيهم مع بعضهم؟ بدها حليب شوي اكثر مي؟ لا لا بدك تحطي لها مي. اه بدك تعجنيها لتصير عجينه رخوه. اه دكور. هلا المي مش حاطينها بالمقادير نحن، ما هي بدها مي لتنعجن، مكتوب بالشرح بتضيفي مي لتنعجن. ما قايل هيك بس تعجي بس تعجنيها وتصير عجينه رخوه مطاطيه، بتنزليها على صينيه مدهونه طحينه. نعم زيحيها تزييح شكلي. اوكي. وبعدين فوطيها على الفرن نص ساعة الا خمس دقايق. نعم. من بعد بتطلعيها من الفرن بتغمقي السكين شوي صغيرة لترجع تاخد قلبها من تحت. نعم. بترجع بتفوطيها شو سبع دقايق. نعم. بتشيليها بتكوني حاطة كبايتين سكر. نعم. مع كباية وربع ماي. قشرة حامض او شوية عصير حامض. اوكي اوكي هيدولي. اوكي بس تطلع من الفرن دغري بتحطي لها اياهم. اوكي اوكي بس لاني نطرت كتير الشخص اللي قبلي يعني عشوائي عملتوا زيارة مع بعض، بدي اسألك عن مربى البوملي. مربى البوملي هيدا مربى غير شكل. بسكر اللي يلا تكرمي. سكري تكرمي. اوكي اوكي ميرسي شيف. تكرمي اهلا وسهلا فيكي. باي باي عيني. الأشياء بدي يخلوا لهم بنضيف نص هودي. بناخذ اتصال. الو الو كزبرة. نعم نص. الو بونجور. الو الو مرحبا. ايه مين سيد شيف انطوان؟ معك شيف انطوان تلفزيون لبنان. ايه ايه الله يرضى عليك. بس بدي حشوة الكبد الرز، بشو بحط بالحشوة وشو بحط بالكبة؟ اوكي اول شيء لكبة الرز بدك تحطي كبيتين ونص رز مع راس بطاطا منيح يكون حجمه وسط مايل لكبير. ايه بتحطي معهم تبلي شوي. انا ايه بدي التبلة شو بتحط معها؟ بتحطي معها شوية عقدي صفرة. ما عم بحكي عقدي صفرة ونشا او كركم. نشا أو مش هلا، نشا من بعد ما نشيلهم، من بعد ما ينطبخوا على النار ونشيلهم ندقهم، من بعد ما ندقهم بنضيف لهم نشا، بودرة الكاري، بابريكا، ملح، بهار أبيض، كراوية، شوية كمون، وبتدعكيها منيح مع معك. هون بتضيفي النشا من بعد ما نشيلهم. النشا من بعد ما نشيلهم. نعم. بعد ما نشيلهم. لأنه إذا حطيتيهم هن فيهم نشا، هن وعلى النار بيشدوا النشايات. أيوة. لتبرد يعني، لتبرد بعملها بحط النشا. مش تبرد، ضل فترة شوي، نعم. إيه معلش. إيه والحشوة. يلا تكرم عيونك. هون حاطين بصل، هون انا عم اشتغل للقلقاس مشان ما تضيعوا. ثوم بنضيف عليهم، كزبره، نص الكمية، يا هون بدي احط ماي لأسلو القلقاس يلي بدي اقليه قلي. Thank you.
بنقطعه بهالشكل. وبناخذ اتصال. الو 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 ما تعرف ما تعرف. هاو خلص. برافو. شو تحريكي. برافو. هاي برافو بميزك شان. يلا بس يصيروا بهالشكل ونضيفهم كلهم سوا على العدس. فإذا نحن هون فينا نقول عملنا قلية البصل توم كزبرة مزبوط وحطيناها فوق العدس اللي كنا عم نسلقه صار تقريبا بنص الاستواء. هلا رح نعطي حشوة الكبة ونرجع نشرح الشنكليش. بدي اعزبك هودي تحطي لي هون فوقها هون. نعم اسمع عم سوي المربعات للقلقاس. حشوة كبة الرز. بصل بنقليه بشوية زبدة أو زيت كل واحد حسب ما بده. يطلع في أوقات فيها شيء مضروب بنشيله. هلا نحن بنقول شاف القلقاس هو نوع من البطاطا من عائلة البطاطا. من عائلة البطاطا نعم. بدنا ننتبه للسكين يكون جامد نحن عم نقطع انه بميلت بزحت لانه فيه ماده لزجه. لزجه بزحت بس هي كثير منيحه للشعر يعني بيهر شعره. يعني اكله قصدك ولا نحطها على الشعر؟ لا اكله. انا هلا ماني خبير اعشاب بخبير اكل. ناخذ اتصال. الو 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 بونجور بونجور بونجورين يا اهلا وسهلا. كيفك شيف أنطوان؟ منيح كتر خير الله. أنت كيفي؟ نشكر الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا عيني. شو بتحبي ساعدك؟ مين معي؟ معك مدام نغير. أهلا وسهلا فيكي. بدي أسألك جبت خل أناني أم طلع تاريخهم قاطع شي 8 أناني محطوطين بإزاز أو بلاستيك؟ محطوطين ببلاستيك. بلاستيك؟ استعمليهم لتنظيف الخضار. إنه بيضلوا يعقموا الخضار؟ بيضلوا يعقموا الخضار، بس لو إزازة بيمشي الحال، لو كانوا خلص التاريخهم لأنه الخل هو مادة حافظة. أوكي. بس لأنه بلاستيك استعمليهم مثل اليوم عنا قلنبيط أنا مغسلها قبل مع الشيف عبدو ست هدى، حاطين شوية ماي. حطين ملعقتين خل وغسلناها للقرنبيطة فيها. وانت هاي كل شيء ورق ملفوف ورق خس اليوم بقوات بيطلع ورق سلق بيطلع علي بصل اخضر قرنبيط فيك تسويهم بهالطريقة. اوكي قدي قاطع التاريخ كم قديش الوقت؟ الهيئة انه سنة جبتت مني اناني وماني عارفة. بيعوك اياهم بيع او هديه؟ شغل حدا يعني شركه. من الشركه كمان؟ ايه. طيب مثل ما عم اقول لك تستعمليهم للتنظيف. كمان مثلا فيكي مثلا في محلات تنظفي فيهم تعقمي كمان للكورونا منيح الخل بالتعقيم. حطيش مثلا نص كبايه خل، كبايتين ماي، شويه ملح خشن وشويه حامض الليمون اذا في عندك. بتنطفي فيهم تبقي الطاولات كل هالاشياء هيدي. اوكي ميرسي ميرسي تكرمي.
اوكي شاف. هلا تاني راس القيس عم نسلقه لحاله. لا حلو، لانه هلا بدنا نقليه، هذا له ميزه لانه معه. شوفي لي هالقرنبيط كيف عندك ماشي. ايه قرنبيط شاف بالنظره. يلا يا انا يا حفر بالبصل، ونتوقف مع محطه اعلانيه ومنتابع حلقتنا انا والست هدى. بقى حلقتنا عبر شاشه تلفزيون لبنان انا والست هدى. هي البصل انفرم، الابيض منه والاخضر بنسميه بصل اخضر. هلا عز موسمه ونضيفه هون. هلا هون غلي النار، بس تغلي حسب السماكة بين 8 و 11 12 دقيقة بشيلهم، يعني هاو بدهم شو 10 دقايق، ما بيسوى أكتر وما بيسوى نقليه بدون ما نسلقه كمان. هيدي بدنا ننتبه لها. يا حطي الحمص عملي معروف، وجيبي لناصر حبتين حامض. اوكي هذا الحمص مسلوق. هون للسلطة توم، اوكي شايف خلصت ال في عنا الشنكة تبع الرز، كبة الرز الحشوة خلصت عندك. طيب رح اجعد لهم اياها بركي ما انتبهوا. بصل لحمة مفرومة خشن، بس نضيفه عليهم، في منهم بيضيفوا له زبيب، في منهم ما بيضيفوا حسب المناطق اللي هن معودين عليها. بعدين عندنا الملح، بهار اسود حلو، نتفة قرفة، كراوية، كمون، بابريكا حلوة، قليل من الحر اذا حدا بدهم، بينخلطوا مع بعضهم، شوية كزبرة خضرة أو بقدونس ناعم أو اثنين مع بعضهم. أنا وقتها حطيت اثنين مع بعضهم، وبنحشي فيها كبة الرز. كبة الرز بنحط بنخلي وعي في نتبة مي مع نقطتين زيت، بشيل شوي بعملهم بهالشكل، بنقرها بحشيها بسكرها، بتكون كبة الرز حجمها شوي أكبر من كبة اللحم العادية، بنقليها وبتطلع معنا طيبة، بتتاكل باردة وما في أي مشكلة زيادة. هلا بنستعمل غير شيء، حطيهم هون. اوكي شيف رح نحط هلا شوية زيت، جيب القرنبيط. خلص. هلا صار الحامض بيعصر. برافو. يلا صفيهم، هلا حطيهم فوقهم. هلا انا بيت المشوي ست هدى حركته بالفرن، ولا اني عم نضيفه على السلطه، وبناخذ اتصال. الو الو شيف انطوان، معكم تلفزيون لبنان. الو بونجور. الو مرحبا مدام. ايه اهلا، بدي اسال الشيف انطوان بالنسبه للحلو. بالنسبه للحلو شو بدك تساليني؟ يلا بدي اقول له عن في هيدا البطاطا الحلوه بيعملوها بالجوز والسكر، وبعدين بيحطوا قطر عليها، بس من بعد ما بحطوها بالفرن بحطوا لها شوية طحين. نعم. وجوج. نعم. من بعد شو بتريدي تعرفي؟ بعدين ما يطلعوها بيحطوا لها قطر، بس بدي اعرف كيف بيعملوها. نص كيلو بطاطا حلوة، رشة ملح صغيرة، ملعقتين سكر،
البطاطا بتنسلق بقشرة مشان ما تشرب كتير ماي، تنطحن على الناعم، بينضاف لها نص كوب من الطحين، تنخلط معها سكر كمان إلا 3 ملاعق كبار، ملح رش صغيرة، بتحطي معها زيت نباتي حوالي 4 ملاعق، تمزجيها مع بعضها، بتجيبي صينية تدهنيها زيت، تحطيها بكيس وقرطاس، إذا عندك فيكي تقليها قلي بالزيت تطلع مثل المشبك الحلبي، تعمليها بهالشكل وبتشيليها، أو بالصينية ما عندك تدهنيها زيت تعمليها وبتفوتيها على الفرن تخبزيها، بس تشيليها بتحطي تغطسيها بالقطر وبتطلع أكلة طيبة. يسلم وشكرا. تكرمي، أهلا وسهلا فيكي. يلا كمان هون منضيفهم عليهم هالقرنبيط التاني، الصينية التاني يلي مبروش بارش. هون عم حضر صلصة القلقاس مع السماء. اوكي، نحن هون حطينا ملح، بدنا نحط شوية بهار ابيض وخلطيهم. خلص ومناخذ اتصال جديد. الو الو، شيف انطوان، مرحبا. مرحبتين، اهلا وسهلا، كيفك؟ انا كل يوم كل يوم بحضرك. تسلمي تسلمي، عليك شو بتعمل اكلات وانا بقعد بجربهم بالبيت. ان شاء الله عم يزبطوا معك. عم يزبطوا كل شيء، بس بدي منك هيدي اللي بيعملوها الطحينه بالفرونه. ما سمعت شو قلتي؟ العجينه طحين. ما سمعت مزبوط، كنت عم اقول لك ست الستات وانت حكيتي. قولي لي شو بدك، ما سمعتك حبيبتي. بدي العجينه تبعيت الطحينه بيعملوها بالفرن تبعون الزعتر. اوكي، طحينه العجينه تبع الطحينه اللي عرفتها. عرفتها ايه. تكرمي، يلا حطي نص معروف هيك على السريع، الله يخليك. يلا حطي نص كيلو طحين. نص كيلو طحين، اي نعم. بتحطي لهم 3/4 الكبايه طحينه. بقلبها ولا بالعجينه؟ بقلبها بقلبها. بالعجينه بالطحين يعني؟ نعم، 3/4. اوكي، طحينه حطي معها سكر. نعم. شو 4 ملاعق؟ 4 ملاعق سكر، رشه ملح صغيره، رشه ملح، وفي منهم بحطوا له 2 ملاعق حليب بودره. بدهم بحطوا حليب، بدهم ما بحطوا ما بالمي، مي عادي بنعجنها، بتعجنيها بالمي العاديه. اي نعم، بتخليها ترتاح، ما بتحطي لها خميره هيدي. ما بتحطي بس معها نص ملعقه صغيره بيكون باودر او كربونات اللي بدك اياه، بيكون باودر، ريحيها ربع ساعه. وبعدين بتسويها على، فيكي على المقليه من فوق وفيكي بقلب الفرن مثل ما انت بدك. بدي مد عليها الطحينه شباب، من بعد ما تشيليها، من بعد ما بتمديها انت قراص، تعمليها عاد المقليه اللي عندك او الصينيه. نعم، بس تنخبز بالفرن وتجي لتستوي على الاخر، بترجع بتزيدي لها طحينه، بتمرغيها معها، تخليها دقيقتين وبتشيليها. بس هذا يعني العيار الطحين العجينه تبعيتها هذيك. وانا شو بدي احط فيها؟ بدي طحين عيني دبس، نص كيلو طحين، 3/4 الكبايه طحينه. طحينه، اي نعم نعم. ومي 4 معالق و لا سكر، سكر 4 ملاعق. ايه 4 ملاعق ماي، بدك تحركيها لتعجنيها، حطي لها قد ما تاخذ. وملح، شوية رشة ملح، شوي صغيرة ملح، وفي منهم بحطوا لنا 2 ملاعق حليب بودرة. ما حليب بودرة كمان. نعم، اوكي، ملعقتين حليب بودرة. يسلموا شيف انطوان، تكرمي عيونك، تكرمي عيونك، سلم ديتك على الاكلات الطيبة. تسلمي، خلينا اياك يا رب، طول عمرك بخاطر عيونك، يعطيك الصحة ويبعد هالامراض عن العالم عن الكل يا رب. امين يا رب، وعن كل اللبنانيين. امين امين، خلصنا ان شاء الله، نخلص من الكورونا بسرعة مع التلقيح. امين يا رب، سلم ديتك يا رب. تسلمي تسلمي، ميرسي كثير. ست هورا سلمنا عليها. ست هورا كمان بتسلم عليكي. تسلمي، كلك ذوق، الله يطول بعمرك. ميرسي، تسلم تسلم شيف انطوان، صفي لي ديتك. باي باي عيوني. هون عندي توم، سماء، زيت زيتون، عصير حامض وقليل من الملح. منصفيهم على نار خفيفة
هلا هون عندي الفلايفلي مسلوقة، حطها بهالشكل على سلطتنا. ناخذ اتصال. الو الو بونسوار. بونسوارين شيف انطوان. نعم. مره قلت لي انه قلت على التلفزيون انه في معكروني من الرز وحوالي دق 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 ما كانش طلعت معي ولا مره مزبوط في برامج بالباقه انا ما لقيت. ما فهمت شو قلتي لي. نعم في مره شو عملتي؟ ما عم مش عم بحكي مع شيف انطوان، بس في حدا غيره عم تحكي. لا الشيف انطوان معي. ايه قلت بقول مره حكي انه في معكروني من رز، معكروني من الرز. نعم نعم. ايه موجود في منه يعني؟ في منه بالسوبر ماركت. نعم برمت بالبقاع كله ما كنتش ليه. جيب المعكروني الصينيه، قولي له معكروني الصينيه بيعطوك اياه، بيكونوا هن اللي بيشتغلوا بالسوبر ماركت مش عارفين عيوني. طيب والكذبة الرز كيف بيعملوها؟ لأنه أنا ممنوعة عن القمح كله. إيه شو بديك؟ كذبة الرز إنه لأن أنا القمح ممنوعة عنه. إيه تكرم عيونك. إيه شو بنحط له لحم كيف تنعمل؟ يلا هلا بشرح لك إياها. تكرم. الله يكرم. اوكي شيف، هلا هون بدنا نطلع على هلا حطي لي الزيت بمقلايه، اعطيكي مقلايه بدنا نقلل القيس يعني. هون يمكن القيس بعد بده شوي. ايه بده شوي القيس هون نتفه صغيره. حطي لي زيت نباتي هون. هون بدنا نحضر تنقلل القيس اللي سلقناه. ايه خليه يحمى النار مش كتير. اوكي بدي منك الوعي اللي كان فيه هودي لنخلطهم فيه، لنخلط هودي معه. ايه سرعنا معلش. اوه معروف حاضر برافو. نشيلها لنخلط شوي معهم نحن. هلا بنرجع بنحطهم وهو بنشيلهم. اه بدك ترجع تخلطهم؟ ايه شوي بالفلايف اللي مني قسم بدي يكون على الوجه وقسم بقلبها. مش عليك علي انا قلت لك خلطي. اوكي شايفين انا هيدا ظبطه جوا مساحي شوي. منضيف عليهم قسم الفلافل المطحونه، كمان بالبندوره بقشرها لك وكيف بهالشكل. هون المقصود من نقشرها يعني تا ما يكون القشرة قاسية بال ايش شيء موجودة معنا. وانا لان بدي اللب بس لك كيف بدي اللب شيء ما بدي بزر ابدا، بدي البدء اللب. هلا هن البارون جوا بزر فيني استعملوهم بصلصه، بس لهي الاكله ما بدها. هاو هاو بفرمون. نرجع كمان هايدي من هون بشيلها من هون بسحبها، بسحب الزوم من هون لحافظ على شكلها لنحطها من فوق. هلا اوكي هيدي للزين. للزين هلا اعملي معروف. هلا احركيهم وبنعتذر منك سلف. عشان بسيطه بس انه تنحل. كله بينحل احسن العيال. يا خلطيهم هلا هون. اوه بتشهي فعلا، بتشهي ريحتها لهون. يمكن بدها شوية ملح ناقصة من الريحة. يلا حطي لي ملح عليها. بهار اسود حلو.
كلهم بهارات مش كتار هني. احنا حاطينهم على قد الكمية. مع قد الكمية كلهم نزليهم على هليك. اوكي. نغليها غروي وخلص. دائما بهار الاسفر بنضيفه بالاخير. هون عندي عم تحمى المقلية. هلا تخلي الستورة بتيجي بتقلي، هي اختصاصية تقلي. شاف خلصت الروسات تبع الكبة الرز؟ ما هلا عم بجيب طلبتها، كنا شرحناها نحن قبل. اوكي نعمل ريبيتيسيون. ونحكي عن ال شانكليش ولا بعد في شيء؟ ناخذ اتصال. الو 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 بونجور. اي بونجور شيف انطوان. بونجور اني اهلا وسهلا. شيف انطوان بدي اسالك سؤال. انا عملنا خل انا وجوزي طلعوا شي 25 لتر خل عنب. نعم. بس حسيتهم شوي مش قوية لانه نقعناهم شي 3 اشهر. نعم. وامنا عصرناهم. نعم. بقى حطيت لهم ملعقتين اكل روح الخل. نعم. حسيتهم قويوا كثير بينتزعوا شي هيك. لا لا بالعكس، روح الخل بقويهم. إنه بس حسيت هيك ريحتهم قوية. شو علي طب إذا تركت؟ هلا إذا لقيتهم قوية مثلا عم تاكلي ملوخية. إيه. تخلطي خل مع بصل مزبوط؟ إيه. حطي له ملعقة زيادة مي من عندك مية الشرب. آه. حطي معهم ملعقة مي مع البصل والخل. بس انتبهي. مش لكل الخلات، انتبهي. نعم. بس يلي بدنا ناكل فيهم. إيه. إيه أوكي. ايه وللكبيس اذا بدي اعمل كبيس بخفف عيار الخل يعني؟ للكبيس خفف ايه؟ مثلا عادة كل 3 كبايات ماي بحطوا كبايتين خل، حطي كباية ونص انت. ايه لانه قوية. طيب. بس ايه طيب يعني قلت بك انتزعوا خفت عليهم. لا لا بالعكس صار مفعولهم احلى هلا. ايه طيب ميرسي ميرسي تكرمي. اهلا وسهلا فيكي. هي الست هدى عم تسكب للقيس بالعدس. هون عم بقلي انا عم بتفرج على الالي، بنشوف المقادير عبر شاشه التلفزيون لبنان. نحن نشرح الشانكليش. الشانكليش في عدة طرق له. أول شيء إذا كتير كتير مستعجلين بدنا نسوي شانكليش سريع، من اللبنة بتجففوها بتشيلوا بتعملوا لك رأس، حطوهن على صواني
عرضوهم من عشية لعبكرة على ظهر الخزانة. ترجعوا تاني نهار تخلطوا معهم شوية بابريكا حلوة، شوية زعتر بدون سماء وبدون سمسم، ملح خشن مدقوق، تدعكون مع بعضهم، ترجعوا بتلطوهم بالزعتر، ترجعوا تعرضون بمجرى هواء من تيام، بعدين بتشمسون شنهار وبيطلع عنا الشنكيش. أما لا دغري دغري على الجار دغري دغري. أما الشنكيش المزبوط وبحطوه بفخارة كبيرة، بحطوا بقلبه لبن وبصيروا يضيفوا له حليب كل يوم، بضيفوا له شوي شوي حليب. هاي الفخارة بيكون إلها من تحت بسبوزة على قلاووز مسكر، بصيروا فتحين شيء بسيط، بصير ينز واللبن والكازيين واللاكتوز اللي هن بيضلوا ليطلعوا الشنكليش نخلطه. أما الطريقة اللي عم تتداول بشكل عام، يلا بلشي شيلي شيليهم، جيبي الجار. يعني هي بشكل عام هي بحطوا على النار 2 لتر لبن، عفوا 2 لتر حليب، منحرك الحليب ليفور، بس يجي ليفور منضيف عليه دغري كيلو نص لبن، بس نضيف كيلو نص اللبن بقلش على بعضه، نتركه شو ربع ساعة نص ساعة، بعدين بحطي بعدين بصفيهم او بعصرهم مزبوط، بعدين بحطهم بكيس وبخليني نشفه او بمسفاية بالبلاط وبكبسهم من عشية لعبكرة. تاني نهار بطلع بحطهم بجاط، بحركهم كمان شوي صغيرة لا يروح منهم بعد نسبة الماي الموجودة فيهم، بعدين بضيف لهم بابريكا حلوة يعني فلافلة حلوة، ملح خشن مدقوق، زعتر بقلبهم بده حر بيساوي حط شوية حر ساعتها معهم، بعدين بعملهم كرات بلتهم كمان بالزعتر، بحطهم بمجرى هواء من 9 أيام إذا كانت الكرات أكبر من الطابة الصغيرة، أما إذا يلي هي طابة أكبر ساعتها بدها 12 يوم، وآخر شيء بشمسهم 3-4 ساعات وبشيله. نحط صوص على كل وحدة شوي؟ نعم. هلا بشوفوا هالقلقاس هون مستويين تقريبا، هم القلي هو عم يعطيها نكهة ويرجع يشدها مشان ما تفرط، ما بده يقليها، عنده مشكلة بالقلي في ساعتها يسلقها زيادة دقيقتين وبيكلها بدون ما يقليها. وهي بتضلها بعدين حطي لهم شيف ميرسي، ان شاء الله يكون الصيام مقبول. من قلكم صيام مقبول عند الطوائف الغربية، في شهر بعد الطوائف الشرقية، في مجال بعد كمان بنبلش لكم بأسبوع من المأكولات القاطعة. ست هدى انا بشكرك على طول على معاونتك على هالأطباق الطيبة. كان عندنا اليوم سلطة القرنبيط مع الفلايفلي، عنا القاس بالعدس بشكل يخني عملناه وسهل كتير الطريقة، وعنا القاس بالسماء. حلقتنا لليوم انتهت، منشوفكم على راد بحلقات جديدة، على أمل أن تمر هذه الأيام بسلام.